الصندوق الوطني لتقاعد الوكالة المحلية للجلفة قام بجمع 30 ما يقارب 60% من أرقام الهاتف لمنتسبيه، وهذا في إطار عصر الصندوق والانتقال إلى المرحلة الجديدة وهي مرحلة العصرنة. الأبواب المفتوحة هذه راهي تركز على عدة محاور كما سبق قلنا، وخاصة منها نزيدوا نكملوا نجمعوا الأرقام الهواتف باش نوصلوها 100% باش سهلنا الاتصال بالمتقاعدين تاعنا.